السلام الله عليكم، اهلا وسهلا بالجميع. مثل ما شاهدتم او لم تشاهدوا مباراه المغرب ضد سيراليون، يعني مثلها مثل مباراه الجزائر مع بوراندي او تونس مع راس الاخضر، المهم نهايه المباراه بثلاثه اهداف للمنتخب المغربي مقابل واحد للسيراليون. الهدف الاول سجل عن طريق يوسف النصيري في الدقيقه 30، ثم أضاف سفيان بوفال الهدف الثاني يعني الدقيقة 35، بينما ياسين الناصري يعود يسجل هدف آخر في الدقيقة 55. ثلاثة أهداف كاملة سجلها المنتخب المغربي المرشح بقوة لهذه البطولة، يعني نقولها صراحة المرشح بقوة لهذه البطولة. سيراليون انتم كامل تعرفوه، اللي عانى مع المنتخب الجزائري في اول مباراة له يعني، وبسببها زدنا خسرنا المباراة الثانية وزدنا كملنا المباراة الثالثة. المهم ننساو اللي فات، احنا نتكلموا الان على المنتخب المغربي اللي راهم دائما يعني لاعبين كاين بزاف اللي تكلموا وقالوا رشحوا الجزائر ورشحوا مصر وقالوا احنا ماناش مرشحين، وكاين بزاف اللي قالك بلي المنتخب المغربي ماهوش مرشح فوق العاده، وهذيك يعني انجاز فقط في كاس العالم، والمغربي ما يقدرش يعني ما يقدرش الكاس افريقيا في ادغال افريقيا. نقولوا له هاكم شفتوا اليوم فريق سيراليون، ايه تقول لي خسر مع كوديفوار بخمسه، نقول لك يخسر، لكن على كل حال مباريات هذه راهي ماهيش مباريات ماهيش معيار، مباريات الوديه ماهيش معيار، لكن ما بقاتش يعني نهار السبت تبدا البطوله وان شاء الله نستمتع ببطوله رائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.